نحن موحدون خلف أو في وحدة الساحات وخلف المقاومة الفلسطينية وخلف الكفاح المسلح وخلف محور المقاومة، ودمنا دمهم ووحدتنا وحدتهم وقوتنا قوتهم ونصرنا نصرهم. يعني اليوم نحن مصيرنا جميعه مربوط في مع بعض الفلسطينيين ومحور المقاومة. نتحدث اليوم أيضا عن العمليات البطولية التي نفذها محور المقاومة. العراق عندما وصلت صواريخ الطائرات المسيرة لأول مرة، للعلم الاحتلال الصهيوني يتكتم عن الخسائر التي تنم بهذه من هذه العمليات الفدائية التي العمليات البطولية التي تنفذ من محور المقاومة إن كان من العراق أو من اليمن. يعني اعترف الاحتلال الصهيوني قبل أيام قليلة بالطائرات التي وصلت إلى الجولان وإلى أراضينا المحتلة، واعترفوا بعدد من القتلى. وأيضا قبلها بأيام بسيطة كان هناك صواريخ وأيضا طائرة يافا التي وصلت من العزاء في اليمن ووصلت إلى أراضينا المحتلة. هذه الطائرات التي تقطع مسافات طويلة وتصل إلى أراضينا المحتلة دون وضحت الفكرة أستاذ عبد المجيد. هذه الرادارات وكان العدو الصهيوني أو لحلفائه، هذا يدل على تطور في محور المقاومة، وهناك يعني إخفاق عند الاحتلال الصهيوني، وايضا هناك يعني تراجع في المنظومه العسكريه عند الاحتلال الصهيوني امام محور المقاومه اليوم.